مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات الصحافة. نطلع في صحافة هذا اليوم. الحوار وتحدي إرساء حكومة وحدة وطنية. أبعاد التعاطي الغربي مع الملف الليبي. تأثير انتشار الأسلحة في الوضع الأمني. نناقش هذه الموضوعات مع ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الكاتب الصحفي رشيد خشانة. سيد رشيد، ورحب بك معي في برنامج اتجاهات الصحافة اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. فيما تسعى القوى الغربية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لإيجاد حل للأزمة التي عصفت بالبلاد، تبدو مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية من الشروط الأساسية لتحقيق ذلك. ذكر موقع وكالة سبوتنيك الروسية في تقرير بعنوان حوار الرباط مهدد بالفشل أن القوات الغربية تسعى إلى إنجاح حوار المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لإيجاد حل للأزمة التي عصفت بالبلاد عقب سيطرة العديد من الكتائب والتشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة واستهدافها للمواطنين الأجانب. من جهتها، عبرت المنسقة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن استعداد الاتحاد لإرسال فريق لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية البنية الأساسية في حال نجاح المفاوضات التي تجري بين الفصائل المتنازعة برعاية الأمم المتحدة. من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية مطلعة لوكالة سبوتنيك عن تعثر المفاوضات بين الفرقاء، وأشارت المصادر إلى وجود ضغوط من ليون لتقديم الأطراف تنازلات وصفتها المصادر بالتنازلات الكبيرة لإنجاح الحوار. وأكدت المصادر وجود حالة غضب واسعة وسط العديد من أعضاء مجلس النواب الليبي للضغوط التي يمارسها الغرب للخروج بنتائج معينة لحوار المغرب. نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء في تقرير عن رئيس وفد البرلمان الليبي المشارك في حوار المغرب محمد علي شعيب قوله إن الحوار سيتوقف لأيام من أجل التشاور مع البرلمان الذي يعقد جلسته في طبرق، ثم التقدم بمرشحين لشغل الحكومة الليبية المقبلة في الأسبوع المقبل أو أكثر. وأوضح المتحدث أنه لم يتم إلى هذه اللحظة التطرق لأي ترشيحات تتعلق بشغل منصب رئيس الوزراء، ولم يتم التداول بخصوص أي اسم، مضيفاً أن الأطراف الليبية ستعود إلى المغرب الأربعاء المقبل. وأوضح أن المؤتمر يشدد على الضمانات التي تكفل إمكانية التسريع بالحكومة، وأن الأطراف تريد أن تطمئن لبعض النقاط التي لم يحددها لكي توقع على الاتفاقية ثم الدخول في مسلسل تشكيل الحكومة بسرعة كما تبتغيها الأمم المتحدة والليبيون. أذكر أن ضيفنا الكريم يحدثنا عبر سكاب من الدوحة الكاتب الصحفي رشيد خشانة. سيد خشانة، يعني وكالة الأنباء الروسية تتحدث عن وجود ضغوطات تمارس على الأطراف الليبية من قبل ليون لتقديم التنازلات للخروج بتسوية سياسية من حوار المغرب، يعني في رأيك فيما تكمن هذه الضغوطات؟ بالتأكيد هناك ضغوط، لأن الطرفين يرفضان الاعتراف ببعضهما البعض ويرفضان حتى الجلوس على مائدة واحدة، وبالتالي أعتقد أن طريقة السيد ليون هي طريقة لا تؤدي إلى المدخل الصحيح من أجل حل النزاع في ليبيا. الطريقة لا تكون ببناء فوقي لحكومة يعني كأنها مصطنعة، مجرد تلفيق بين فريقين بدون أن تكون نابعة من مسار تصالحي يرمي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. المفروض أن تتخذ أولا إجراءات أخرى تمهيدية لبناء الثقة، ثم نصل إلى حكومة كتتويج. كان من المفروض أن يقع ضبط الميليشيات التي تعتبر إرهابية، ويتفق عليها الأطراف السياسية المجتمعة في المغرب على أنها ليست جزءا من الحل، وعندها يمكن أن نحمي أي إنجاز على هذا الصعيد من ضربات هذه الجماعات، وإلا فيمكن أن نتفق على حكومة توافق ثم تطلق الصواريخ من إحدى هذه الميليشيات على هذه الحكومة وعلى كل الإنجازات فتقضي عليها. إذن المدخل الأول هو يعني جمع أسلحة الميليشيات التي تصنف إرهابية. نعم. من الطرفين، ثم بناء خطوات سياسية بعد ذلك. طيب، إلى أي مدى يمكن القول أن هذه الجولة من المفاوضات ستخرج بالفعل بنتائج فعلية تنعكس نتائجها على الأرض؟ الواضح إلى حد الآن من التقارير التي نطلع عليها أن المفاوضات متعثرة،
وأن السيد ليون لما حاول أن يجمع الفرقاء في قاعة واحدة وجها لوجه إنما فعل ذلك بشكل رمزي فقط، وقال إنها رسالة معنوية، أي أنه لم يتم أي حوار مباشر بين الفريقين، وبالتالي فنحن بعيدون جدا عن الوصول إلى الحل السياسي الأمثل لكي تستأنف ليبيا مسيرتها نحو انتقال ديمقراطي حقيقي. هذه هي المعضلة، وهنا يجب أن نبدأ البناء الحقيقي للمصالحة وللتسوية السياسية للأزمة وللخلاف داخل ليبيا. طيب، لكن هنا وكالة الأناضول التركية يعني تنشر في تقريرها عن لسان طرفي الحوار أنهم عاكفون بالفعل على تشكيل حكومة وفاق وطني بدءا، هل تشكيل هذه الحكومة سينهي حالة الانقسام في ليبيا؟ أولا أشك أنهم يتوصلون إلى الاتفاق على حكومة واحدة، لأن الشرخ بين الطرفين من الاتساع بحيث يصعب معه مد جسور بين الاتجاهين. وثانيا أعتقد فعلا كما ذكرت في سؤالك هذا الأمر ليس مؤكدا بل هو صعب جدا، وعندما يعودون كل طرف إلى جماعته في ليبيا ربما سنسمع كثير من الفيديوهات وكثير من الاعتراضات على هذا الاسم أو ذاك، وبالتالي ستتعطل الأمور. في الخلاصة نقول أن المفاوضات متعثرة إلى حد الآن ولا يبدو في الأفق أن هناك صيغة للحل. طيب، في الحديث إن تم تشكيل حكومة وفاق وطني سيد رشيد، يعني إلى أي مدى ستكون هذه الحكومة قادرة فعليا على فرض قوتها على الأرض في ليبيا؟ هذا الأمر صعب جدا لسببين. أولا الحكومة كما أثبتت تجربة علي زيدان ثم الثاني بعده من الصعب جدا لحكومة لا تملك جيشا حقيقيا ومسلحا ومهيئا أن تسيطر على هذه الميليشيات وأن تفرض الأمن والاستقرار على الأقل في غالبية الأرض الليبية. ثانيا هناك عنصر مهم وهو التداخلات الإقليمية في هذا الحل وفي الوضع الليبي بشكل عام اليوم. عندما نرى أن هناك مفاوضات في المغرب وبعدها بيوم مفاوضات أخرى في الجزائر، نقول لماذا لا تكون هناك مفاوضات موحدة؟ لماذا كل بلد مغاربي وخاصة لما يكون هناك منافسة بين عاصمتين كل منهما يسعى إلى أن يضع الموضوع الليبي على طاولته أو في جيبه؟ هذا من شأنه أن يعطل الحوار وأن يجعل المسألة أبعد ما يكون عن جمع الشمل في خيمة واحدة. كان المفروض أن تدعم كل بلدان جوار ليبي أي مبادرة حقيقية تسير بنا نحو المصالحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، لأن في ذلك مصلحة دول الجوار. طيب، هنا الاتحاد الأوروبي سيد رشيد يعني يتعهد بمساعدة ليبيا في حال جرى تشكيل هذه الحكومة، يعني هل ستلقى هذه الحكومة إن تم تشكيلها دعما دوليا واسعا برأيك؟ بالتأكيد إن حصل اتفاق وهذا أمر مستبعد كما قلت، إن حصل اتفاق سيدعمه الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي يتخبط ويخبط خبط عشواء كما يقال. في البداية عبرت بعض الحكومات مثل وزير الخارجية الإيطالي وإلى حد ما فرنسا عن الدعوة إلى تدخل عسكري واضح، خاصة على إثر ذبح 21 مصري في سرت. ثم تراجع الاتحاد الأوروبي بعدما تشاورت الدول مع بعضها البعض وأصبح ينادي إلى حل سياسي ويرفض التدخل العسكري. اليوم هناك تدخل عسكري تحت غطاء قوات للفصل بين المتصارعين في ليبيا، هو شكل أيضا من التدخل الأوروبي العسكري المباشر، وبالتالي فهناك ذبذبة على صعيد الموقف الأوروبي. لا نعرف ما هو الموقف الحقيقي ويبدو لي من الصعب جدا. طيب، بشكل واضح سيد رشيد، هل تتوقع تدخلا أوروبيا يعني ملحوظا لوقف إطلاق النار ومراقبة عملية السلام في ليبيا؟ هذا مستبعد، لأن الدرس الذي تلقته أوروبا والحلف الأطلسي بشكل عام عند التدخل في ليبيا في 2011 جعلها تعتقد أن الرمال المتحركة الليبية قد تأخذ هذه القوات إلى مدى أبعد بكثير مما تخطط إليه في الأول، وأعتقد أنه بين عينيهم دائما التجربة الأمريكية في أفغانستان وفي العراق، حيث تعرف هذه القوات متى تدخل ولكنها لا تعرف متى تخرج من هذه البلدان. وبهذا استبقى معي سيد رشيد خشنة في المحور الثاني مشاهدينا الكرام من برنامج اتجاه الصحافة. بين دعم الحوار والتدخل العسكري تتراوح المواقف الدولية حيال الملف الليبي الذي يبدو وفقا للبعض ليس في منأى عن تأثير التيارات الدولية والتجاذبات السياسية في الغرب.
ذكر الكاتبان جيسون باك وماتيا تولادو في مقال على موقع فورين بوليسي أن الولايات المتحدة وحلفائها أدركوا أن عليهم التحرك في ليبيا بعد أن ترددوا لعدة أشهر، ورغم أن لا أحد منهم أظهر قدرته على تقديم استراتيجية متماسكة، وتساءل عما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً حقاً للسماح بظهور دويلات جهادية قبالة الساحل الجنوبي لأوروبا. وبين الكاتبان أن الغرب يواجه حالياً معضلة، حيث عليه أن يختار بين دعم الحكومة المناهضة للإسلاميين في طبرق دون تحفظ أو العمل على التوسط في تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تكون قادرة على قتال الدولة الإسلامية. ويدعم الحلفاء العرب لواشنطن الخيار الأول، وهم يرون في كل أشكال التيار الإسلامي خصوما لهم، ويتمنون استغلال القتال ضد الدولة الإسلامية لتقويض جماعة الإخوان. ولكن من الأفضل حسب باكو واتوالدو أن تصر كل من الولايات المتحدة والأوروبيين على خيار الوحدة الوطنية التي يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي غير عنيف ودائم. ذكر الصحفي الإيطالي غويدو روتولو في مقال على صحيفة الإيطالية لاستامبا أن ليبيا التي تعاني حالة من الفوضى وعدم الاستقرار على خلفية الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية الليبية يزداد فيها الوضع تدهوراً جراء التعاطي السلبي للمجتمع الدولي مع الأحداث الجارية هناك، ما قد يفاقم من التداعيات الخطيرة للأزمة تجاه الدول المجاورة وإيطاليا وأوروبا. وأضاف الصحفي أن بعض قوى المجتمع الدولي تظهر من خلال تصريحات مسؤوليها وبياناتها الرسمية داعية سلام ووحدة وطنية بين الليبيين، لكنها في نفس الوقت تعمل وراء الكواليس للفوز بقطعة من ليبيا. وأشار الصحفي إلى أن الضغط الدولي بشأن فرض حصار بحري قد يعطي الانطباع بأن هناك تدخلاً وشيكاً في ليبيا، وقد يكون من أجل الضغط على الأطراف المتنازعة للتوصل إلى اتفاق عاجل من شأنه أن يحد من تقدم تنظيم الدولة. رشيد، موقع فورين بوليسي يتحدث عن وجود قوى عربية تدفع واشنطن لدعم حكومة طبرق في مواجهة الجماعات الإرهابية على حد وصفها، هل يمكن أن تقبل واشنطن بذلك أو تقبل واشنطن بذلك؟ أعتقد أنه فعلا هذه الضغوط موجودة خاصة من دول مثل مصر والإمارات وغيرها، ولكن أنا متأكد أن طبيعة العلاقة الحالية الحساسة بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تجيز بأي شكل من الأشكال تدخلاً عسكرياً مباشراً أمريكياً في ليبيا، هذا أولاً. ثانياً، أنا أعتقد أن الرأي المرجح داخل الإدارة الأمريكية اليوم هو الرأي الذي يقول لنترك الليبيين يتفقون بين بعضهم البعض ولا نتدخل عسكرياً في هذا البلد. والدليل على ذلك الافتتاحية الأخيرة للسفيرة الأمريكية في ليبيا التي كتبتها بمناسبة ذكرى الثورة الليبية في 17 فبراير الماضي، والتي قالت فيها إن الحل للأزمة الليبية هو بين أيدي الليبيين أنفسهم، هذا استبعاد واضح لأي تدخل عسكري. ثالثا، أنا أعتقد أنه فيه إمكانية أن يكون هناك تدخل ما أمريكي في الموضوع، ويتمثل في ضرب حصار بحري يقوم به الأسطول السادس اليوم منذ الآن ومنذ سنوات يقوم به في مراقبة السفن التي تعبر البحر المتوسط لكي يفتش إن كانت تحمل صواريخ أو أسلحة محظورة أو غيرها. هذا عمل يقوم به بدون أن يكون معلنا، ولكن تقوم به قطاع الأسطول السادس، وقد يستمر أو يتطور إلى نوع من الحصار على السفن الليبية. طيب بس سيدي، يعني في حالة لم تكن الحكومة المرتقبة في المستوى المرتقب أو جرت عرقلتها، هل ترى أن خيار دعم حكومة طبرق لربما سيكون وارد؟ دعمها معنويا وسياسيا، لكن عمليا أنا أتوقع مزيد من الفوضى ومزيد من تفاقم الأزمة، لأنه لا أحد قادر على السيطرة على الميليشيات، وكل طرف يسيطر على جزء من ليبيا ولكنه ليس له أي تأثير في باقي البلاد، وبالتالي هناك نوع من توازن الضعف أو توازن العجز عند كل الأطراف، ليس هناك طرف قادر على الحسم اليوم لا العسكري ولا السياسي. طيب، يعني هنالك في الموقف الأوروبي سيدي، يعني دائما نقرأ في الصحف عن وجود تخوفات أوروبية من انعكاس الأزمة في ليبيا عليها، ولكن لا نرى تحركات حقيقية تعكس هذه التخوفات، ما تفسيرك لذلك؟ هو الأكيد أن هذا هو الهاجس الأول بالدرجة الأولى والمطلق للاتحاد الأوروبي، هو إمكانية انطلاق قوارب تحمل انتحاريين مثلا من السواحل الليبية، خاصة نحن نعلم أن ما يمكن أن نسميهم
بالعائدين من سوريا أصبح أعدادهم تتضاعف، هناك حوالي 1000 تونسي عادوا من سوريا وموجودون الآن في ليبيا تحديدا في درنة وفي سرت، وهؤلاء هم مشاريع انتحاريين ممكن يذهبوا إلى أوروبا كما يمكن أن يذهبوا إلى تونس أو إلى الجزائر أو أي من دول الجوار ويسببون هناك يعني زرع الفوضى والعمليات العسكرية. هذا هو الهاجس الأساسي للأوروبيين، وأعتقد أنه في الاجتماع المقبل يوم 17 مارس أظن لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيكون هذا من بين المواضيع الرئيسية التي سيتم بحثها من أجل إيجاد حل سياسي لها وربما حل عسكري أيضا بضرب طوق حول السواحل الليبية. طيب هنالك من ذهب سيد رشيد إلى أن التعاطي السلبي مع الملف الليبي يعد من المسائل التي زادت بالفعل من تردي الوضع الأمني، كيف تفسر ذلك؟ بالتأكيد يعني عجز أوروبا عن القيام بأي دور سواء عسكري أو سياسي أو تأثير في الأحداث، وأيضا عدم قدرة الموفد الأممي إلى الوصول إلى نتائج ملموسة وبناء صيغة معينة للمصالحة ولانطلاق مسار إعادة بناء ليبيا، كل هذه العوامل جعلت الأوروبيين يعني عاجزين مكتوفي الأيدي، يكتفون بالتصريحات وبالإعلانات، إعلانات النوايا فقط. وبهذا ستبقى معي سيد رشيد وأنتم مشاهدينا الكرام في المحور الثالث من هذه الحلقة. يمثل انتشار الأسلحة من المسائل المؤثرة بشكل مباشر على تفاقم تدهور الوضع في ليبيا، وقد ذهب البعض إلى أن مسألة التسليح ستزيد من تعقيد العملية السياسية، فيما يطالب شق آخر بضرورة ضخ الأسلحة لحكومة طبرق حتى تتمكن من مجابهة الجماعات المسلحة. ذكر موقع صحيفة ماتان 24 الفرنسية في تقرير أن مراقبي العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا منذ 2011 عبروا عن قلقهم من استخدام الأسلحة التي طلبتها الحكومة الليبية ضد جماعات منافسة أو تسليمها لكتائب حليفة. وقال المراقبون في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن إنه رغم أن تهديد الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحدياً كبيراً للسلطات، إلا أن اللجنة تشعر بقلق حيال احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات متنافسة ليست جماعات إرهابية. وتأتي هذه الرسالة رداً على طلب رسمي تقدمت به حكومة طبرق بهدف الحصول على إذن من اللجنة المشرفة على تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا لاستيراد شحنات كبيرة من السلاح من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك تشمل 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وثماني طائرات هجومية وكميات كبيرة من الذخائر. وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قد أكد أن طلب رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية يهدف إلى تقوية صفوف جيش الجو الليبي ليتمكن من مراقبة أراضي ليبيا وحدودها لمنع الإرهابيين من السيطرة على الحقول والمنشآت النفطية. ألقى الصحفي الإيطالي أليساندرو موشيري في مقال على صحيفة الإيطالية نوتيسي جيوبوليتيكي الضوء على تداعيات الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا ومساهمتها في تنامي خطر الجماعات الجهادية والتهديدات للموارد النفطية في البلاد. وذكر أنه بعد 4 سنوات من الإطاحة بنظام القذافي ما تزال الأوضاع الأمنية في ليبيا غير مستقرة جراء النزاعات المسلحة بين مختلف الفصائل الليبية وتنامي مخاطر الجماعات الجهادية المسلحة تسليحا جيدا. وأضاف الكاتب أنه من جملة المشاكل الرئيسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يحترم الجميع تلك المرتبطة بتوريد الأسلحة إلى جميع الفصائل المسلحة في ليبيا. وفي هذا الإطار أكد ليون على ضرورة تعزيز الحظر على الأسلحة وأن ليبيا يجب أن تنضب من الأسلحة. وأفاد موشيري أن هذه الأسلحة التي وصلت إلى أيدي الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم الدولة مكنتها من السيطرة على آبار الباهي والمبروك جنوب شرق مدينة سرت وتفجير خط الأنابيب الرابط بينها وبين محطة نفط السدرة. سيد رشيد، الصحف تتحدث عن خطط توسع انتشار السلاح في ليبيا، بدءا كيف يمكن تجميع الأسلحة ومصادرتها؟ ندرك أولا أن السلاح المنتشر في ليبيا ليس فقط الأسلحة التي حصلت عليها أو اقتطفتها إن صح التعبير
الميليشيات من مخازن القذافي وهي أسلحة ضخمة، وإنما منذ ذلك التاريخ إلى اليوم وأسلحة جديدة تتدفق على ليبيا التي هي بلد 5 ملايين ساكن فقط تقريبا. فهذه الترسانة الضخمة هي التي جعلت كل الحلول السياسية الآن مشلولة بسبب وجود حقيقة على الأرض تتمثل في أن الجميع مسلحون، وأن أي حوار يتم بالصواريخ وبالدبابات والأسلحة الثقيلة. هذه هي المعضلة الأساسية. ولكن في تقديري، إذا كانت الحكومة الليبية المنبثقة من البرلمان والتي طلبت الأسلحة التي أشرتم إليها من دبابات وطائرات وغيرها، إذا كانت قادرة على ضبط هذه الأسلحة، فنكون قد حققنا خطوة مهمة، لأنها على الأقل ستعيد هيبة الدولة وتفرض الانضباط على الميليشيات المنفلتة من كل مقيد ومن كل سيطرة ورقابة، خاصة الميليشيات المصنفة كحركات إرهابية دوليا التي يتفق الجميع على أنها هي أحد أسباب الأزمة الليبية. لكن هذا ليس مضمونا، أي أن الحكومة الموجودة في طبرق والتي تعتبر شرعية على الصعيد الدولي هي غير قادرة بوسائلها الحالية أن تضبط السلاح الذي ستحصل عليه وتضمن أنه لا يقع بين أيدي ميليشيات أخرى. طيب، هنالك تخوفات من أن تنال أيدي الجماعات الإرهابية التي أنت أشرت إليها الأسلحة فتمكنها من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد، يعني كيف يمكن تفادي ذلك قبل حدوثه بالفعل؟ يمكن تفادي ذلك بالخطوة التي قطعها رئيس الحكومة المنبثقة من البرلمان، التي كانت زيارته الأخيرة إلى الأردن فيها نوع من بداية هذا الحل، وتتمثل في تدريب عدد كبير من القوات الليبية على أيدي الجيش الأردني استعدادا لكي يقوموا بدورهم كجيش نظامي، كجيش الدولة الليبية داخل ليبيا. ولكن هذا الأمر ما زال محدودا، لأنه عملية بسيطة قياسا بما هو مطلوب في هذه المرحلة، خاصة كما قلت أن كل هذه الميليشيات مسلحة تسليحا متطورا، وبالتالي ليس من السهل أن تسيطر عليها إلا إذا كان هناك جيش قوي ومدرب تدريبا جيدا. طيب، هل الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا كاف لمنع دخول الأسلحة، أو أنه توجد يعني طرق أخرى لتوريد الأسلحة؟ كل حال، من الناحية النظرية أعتقد أن هذا الحظر غير منطقي، لأنك من ناحية تعترف بهذه الحكومة كحكومة شرعية، وهو الأمر بالنسبة لجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة، ولكن من ناحية ثانية أنت تحجب عنها وسائل الدفاع عن نفسها وفرض شرعيتها وهيبتها. فهنا الموقف متناقض، ولكن أقر أيضا بأنه في الواقع سيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تتحكم في هذه الأسلحة وأن تستخدمها دون أن تحصل عليها أو تختطفها الميليشيات. طيب، هنا في رأيك يعني كيف يمكن تفعيل مثل هذه القرارات التي أنت أشرت إليها، بما أن هنالك يعني فرض حظر على هذه الأسلحة ودخولها إلى ليبيا؟ يكون في رأيي بقرار عربي أن تكون هناك قوات عربية وليس قوات أجنبية أو قوات حلف الأطلسي كما كان الشأن في 2011، لأن الوضع تغير. هذه القوات العربية يمكن أن تدخل إلى ليبيا باعتبارها قوات ردع أو قوات فصل، نختار لها التسمية الملائمة، ولكن هي التي يمكن أن تضع حدا للميليشيات المتطرفة المصنفة إرهابيا المتفق على أنها تساهم في تغذية الحرب الأهلية في ليبيا ولا تساهم في إعادة بناء البلاد. هل تعتقد سيد رشيد أن في حال تم تشكيل حكومة وفاق وطني سيتم رفع هذا الحظر عن ليبيا؟ بشرط، في رأيي بشرط، هو أن تكون هذه الحكومة تحظى بتوافق الجميع ويتفق على أن تعطى كل الوسائل بما فيها الوسائل العسكرية لفرض شرعيتها وهيبتها على كل الأطراف الأخرى الخارجة عن الشرعية التي ترفض شرعية هذه الحكومة. إذا كان القرار بهذه الصيغة يمكن للحكومة أن تفرض هيبتها بدعم عربي كما قلت، لأن إمكاناتها الذاتية كقوة ليبية سواء الحكومة السابقة أيام علي زيدان أو هذه الحكومة أثبتت أنها غير قادرة على السيطرة على هذه الميليشيات بمفردها. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج اتجاهات الصحافة. أشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الكاتب الصحفي رشيد خشانة. ننبه مشاهدينا أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا غالية أبو زعكوف. في أمان.